مرحبا. اجتمع اليوم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لمناقشة العديد من القضايا الهامة. واحد أو أولا قضية الصراع في الشرق الأوسط، منذ بدء الهجوم الذي شنته حماس لم يتوصل الاتحاد الأوروبي بعد إلى موقف مشترك، رغم أن كافة الدول الأعضاء تدين بشدة الهجمات الوحشية التي تشنها هذه المنظمة الإرهابية بحسب ما نشر وبحسب ما وصفها الإعلام الألماني الرسمي. ويؤكد البعض مثل ألمانيا على حق الإسرائيليين في الدفاع عن النفس، بينما ينتقد آخرون مثل إسبانيا تصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويدعون إلى الالتزام بالقانون الدولي. هناك اتفاق على ضرورة مساعدة السكان الفلسطينيين الذين يعانون بشدة، ولكن لا يعرفون بعد كيف سيتم ذلك، كما يدعو أعداد من دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار حتى يتسنى الاعتناء بالسكان في غزة وحتى لا يفقد المزيد من الأبرياء أرواحهم. وهذه الدول هي إيرلندا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا. أما بالنسبة للنمسا وجمهورية التشيك وألمانيا فهم أكثر حذرا، وهم يعتقدون أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن ولا سلام طالما استمر إرهاب حماس، كما أنهم متشككون في أن الإسلاميين المتشددين يمكن أن يلتزموا باتفاقاتهم. يعني رأي النمسا والتشيك وألمانيا أنه هن لازم يقضوا على حماس بشكل نهائي، وأنه هدول الإسلاميين المتشددين لا يمكن إبرام اتفاق معهم. طبعا هذا الكلام هيك ورد بالإعلام الألماني وأنا بنقل لكم إياه. ومن المرجح أن تدعو القمة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات. ثانيا قضية أوكرانيا، من الممكن أن تتم مناقشة ما إذا كان من الممكن أن تبدأ المحادثات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تخطط بلجيكا لسحب الأصول الروسية المجمدة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن ألمانيا ودول أخرى مترددون بهذا الشأن ولديهم مخاوف قانونية. ستركز القمة أيضا على حزمة العقوبات 12 ضد روسيا. يعني صار في عنا 12 حزمة عقوبات ضد روسيا، رح يطالعوا هلا الحزمة رقم 12. ومن الممكن فرض حظر على استيراد الماس الروسي، وهناك حديث أيضا عن خفض سقف أسعار النفط. تخشى بلدان أوروبا الشرقية بشكل خاص من أن تطغى أزمة الشرق الأوسط على الحرب العدوانية الروسية وأن يتضاءل الدعم لأوكرانيا، في مخاوف عند بلدان أوروبا الشرقية، لأنه هن على تماس مع روسيا من أنه الدعم يروح للشرق الأوسط أكثر من أوكرانيا. هذا الموضوع بيصير قلق دول أوروبا الشرقية. ثالثا قضايا التمويل، بسبب الأزمات والحروب العديدة التي تحيط بالعالم فقد ينفد المال لدى الاتحاد الأوروبي في الأمد البعيد، لذلك تريد المفوضية جمع 50 مليار يورو إضافية من الدول الأعضاء لمساعدة أوكرانيا وحدها. يعني رح يعملوا لمة جديدة 50 مليار يورو من الدول الأعضاء، طبعا في دول معترضة من ضمنهم هولندا، مشان يدعموا أوكرانيا لأن الميزانية بلشت تنقص، ميزانية الاتحاد الأوروبي. رابعا قضية فيكتور أوربان، قبل حوالي 10 أيام التقى رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان بالرئيس الروسي بوتين في بكين لإعادة التأكيد على العلاقات بين البلدين والاتفاق على صفقة غاز جديدة. يرى كثيرون في بروكسل وغيرها من العواصم الأوروبية أن ما يفعله أوربان فضيحة، وخاصة أن المجر تقوم بشكل متكرر بكبح جماح العقوبات الروسية ومساعدات الأسلحة لأوكرانيا، حتى أن نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية وصفت المصافحة بين بوتين وأوربان بأنها عمل من أعمال الخيانة العظمى. لذا يتعين على أوربان أن يستعد للمساءلة. ننتقل لخبر آخر، شنت الشرطة اليوم حملة على مستوى ألمانيا ضد الأشخاص الموسيقيين اليمينيين المتطرفين، حيث يشتبه في قيامهم بإنتاج وتوزيع موسيقى يمينية متطرفة تحريضية، وهم مجموعة تعمل في جميع أنحاء البلاد ومتهمة بتوزيع الموسيقى ذات الصلة بالجريمة على المستوى المحلي والدولي. وبحسب الشرطة تم تفتيش العديد من المباني في مقاطعات نيدا زاكسن وهامبورغ وبيلين وغاينلاند فالس وبادن فيتنبيرغ، وكان هناك تفتيش حتى في جزيرة مايوركا الإسبانية. يعني شكلهم لهم هني كمان عالم موسيقيين عم ينتجوا هاي الموسيقى اليمينية التحريضية. ننتقل لخبر آخر، مجددا تم الإبلاغ عن 14 حالة تهديد جديدة للمدارس والدوائر الحكومية بوجود قنابل. تهدف هذه الرسائل على ما يبدو إلى زرع الخوف بين السكان، وقد يكون هناك دافع سياسي،
وجاءت التهديدات غالبا في المساء، التهديدات الجديدة هي أجت غالبا في المساء وعبر البريد الإلكتروني، ولكن هذه المرة بلغات متعددة. تفترض الشرطة أنه تم إنشاء هذه الرسائل بواسطة الذكاء الاصطناعي. تقوم أجهزة أمن الدولة الآن بالتحقيق في جميع الحالات وفي كل الاتجاهات. ننتقل لخبر آخر. كل عام في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر تشرين الأول يتم التحول إلى التوقيت الشتوي، وبالتالي سيتم ليلة الأحد القادم 29 من شهر أكتوبر تشرين الأول تأخير التوقيت ساعة واحدة من الساعة 3 صباحا إلى الساعة 2 صباحا، وهذا يعني ساعة نوم إضافية. جدير بالذكر أن 80% من الألمان غير راضين عن تغيير التوقيت، يعني أكثر الألمان، غالبية الألمان هن ضد تقديم أو تأخير الساعة، ولكن هذا الأمر، تغيير هذا الأمر يحتاج لمناقشة على المستوى الأوروبي، لأن هناك دول ضد إلغاء تغيير التوقيت. ننتقل لخبرنا الأخير بفيديو اليوم. هناك خبر أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رفضت موظفة في أحد فروع ليدل السماح لزبونة باستخدام المرحاض الموجود في الفرع. كانت تعاني الزبونة من آلام المثانة والتعرق والقشعريرة أثناء الانتظار في الطابور، وعندما وصلت إلى الكاسة للدفع سألت بهدوء ولطف واحترام موظفة ليدل عما إذا كان بإمكانها الذهاب إلى المرحاض، ولكن الأخيرة رفضت السماح لها باستخدام دورة المياه. ركضت المرأة إلى موقف السيارات وتبولت في سروالها بالسيارة وقالت أنها كانت محرجة للغاية، ولكن لم يكن هناك أي خيار آخر في هذا الوضع الطارئ، ولا حتى شجيرات يمكن الذهاب والاختباء خلفها للتبول. نشرت قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتساءلت عما إذا كان سلوك ليدل قانونيا. بعد أن انتشرت القصة اعتذر فرع ليدل للزبونة بشكل شخصي ووعد بتوعية الموظفين في مثل هذه الحالات، وقال ليدل أن الموظفين سيسعدون عموما بمنح العملاء الفرصة لاستخدام مراحيض الموظفين في حالات الطوارئ. يضطر المستهلكون أحيانا للانتظار لفترة طويلة في طابور طويل، لذلك هناك مطالبات بإحداث تغيير عام وخاصة في متاجر السوبر ماركت. هاي كانت كل أخبارنا لليوم، بس قبل ما أنهي الفيديو بدي أذكر بأنه نسبة كبيرة من المتابعين، حوالي النصف، لا زالوا غير مشتركين بالقناة. كل يوم بيحضروا الفيديوهات اليومية وبيستفيدوا من المعلومات، فما بتخسروا شيء إذا ضغطتوا على زر اشتراك أو سبسكرايب أبونين. هذا شيء برفع من شأن القناة وبيشجعني أكثر على عمل المزيد من الفيديوهات المفيدة لكم. كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.